تحية طيبة مشاهدي الكرام. لماذا هذا التكالب الغربي والعربي على سوريا لفك ارتباطها بإيران؟ هل وفر العرب يوما البديل لسوريا؟ أم إنهم يتآمرون عليها منذ أن حشد صدام حسين قواته على حدودها في نهاية السبعينات ووقع السادات معاهدة كامب ديفيد في الفترة ذاتها؟ ثم لماذا حلال على الكثير من العرب الارتماء في الحضن الأمريكي الصهيوني الذي عاث خرابا في الوطن العربي، وحرام على سوريا التحالف مع من ساند القضايا العربية وناهض الاجتياح الصهيو أمريكي للمنطقة؟ ماذا كسب عرب الاعتدال من تحالفهم مع أمريكا وإسرائيل غير خراب البيوت؟ ألم يثبت التنسيق السوري الإيراني بأنه الأذكى والأقوى؟ ألا يعود الفضل للتحالف السوري الإيراني في فرملة المشروع الأمريكي الذي أراد تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ؟ ألا تشكر دمشق وطهران على احتضان أنبل حركات المقاومة؟ أحمد أبو مطر، كيف ترد على هذا الكلام؟ يعني هذا كلامكم هذا هو عبارة عن أسطوانة مشروخة، يعني وأنتم ترددون كلام الصهاينة ببغائيا لا أكثر ولا أقل، وعيب يعني. صحيح. اثنين، قبل أيام نشرت جامعة ماريلاند حصيلة استفتائها السنوي للرأي العام العربي، ففاز الرئيس السوري بشار الأسد في مصر. 18% للرئيس بشار الأسد، 11% للسيد حسن نصر الله، 10% للرئيس أحمد نجاد، 9% للرئيس مبارك، 80% من المصريين يعتبرون الخطر على بلدهم أمريكا وإسرائيل وليس إيران، وليس إيران، وليس ما يقوله الليبراليون العرب. طيب ماشي أحمد أبو مطر، أنا بصدقك ولا بصدق جامعة ماريلاند ومعهد زغبي للاستطلاعات اللي ما بيخروا المي؟ طيب كيف تفسر أن الشارع العربي، أن الرئيس السوري بشار الأسد كان أكثر رئيس يحظى بشعبية في الشارع العربي حسب التقرير الأمريكي وليس الإيراني ولا السوري ولا كذا؟ بصدقك ولا بصدق أنا؟ لكن أنا عندي حيثياتي الخاصة أطرحها. طب ما أنا بدي سأ... طيب شو رأيك بالاستفتاء؟ أنا سأقول طيب ما رأيك بالاستفتاء الأمريكي؟ أنا سأقول لك. طيب إذا في مصر، إذا مصر في مصر تبين أن الحلف دقيقة الحلف السوري الإيراني اللي عم يخوفوا الدنيا منه أنه بعبع وما بعرف شو، في مصر تبين أن معظم المصريين مع هذا الحلف السوري الإيراني. هذه الاستفتاءات ليس صحيحة يا أخي جيمس زغبي. ما أنا سأجيب يا أخي، مش شارع جيمس زغبي. أحياناً أحياناً هناك استفتاءات غربية مقصودة ليقولوا لنظام معين، ليقولوا لنظام معين أن الشعب، أن الرؤية الإيرانية لها الأغلبية لكي يزيدوا الصراع بين مصر وإيران مثلا. أنا شخصيا، أنا الرواية لا أنا أعرف ذلك وسأرد على النقطة. أنا سأرد على وقائع. سيد أحمد أبو مطر، أسألك سؤال، هل تستطيع أن تنكر أن أمريكا جاءت إلى المنطقة عندما غزت العراق لتحويله، لتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ وتحويله إلى كانتونات وكذا، والأمريكان كانوا مبسوطين سيحولوا المنطقة إلى، يستبيحوا كل شيء؟ من الذي فرمل المشروع الأمريكي في المنطقة؟ أليس سوريا وإيران وحركات المقاومة المدعومة سوريا وإيرانيا؟ هل يستطيع أي مهبول أن ينكر ذلك؟ من الذي فرمل المشروع الأمريكي؟ سوريا فرملته في العراق، إيران فرملته في العراق، المقاومة اللبنانية فرملته، المقاومة الفلسطينية. لو تقرأ ما كتب عن دور المقاومة العراقية في فرملة المشروع، وأنت تعلم سوريا وإيران لولاهما المنطقة راحت بستين ذهب. خليني أسألك سؤال سألك يوم لم تجب عليه، لم تجب عليه، بس أجيبه بشرة. قل لي ما هو سؤال أنا مشان نجلي للمشاهد. تفضل. طيب أنت ليش، أنتوا ليش زعلانين هالكم واحد من التحالف بين العلمانيين في سوريا والمتدينين في إيران، وعندكم كل هالمشكلة مع هذا الحلف، وما عندكم مشكلة مع عرب الاعتلال اللي سماهن وهو سماهن؟ أيوة. دقيقة. وسقوط، هذا السقوط المريع في الحضن اليهودي الصهيوني، من جهة يرفعوا لك رايات الإسلام ورايات الكذا، وهن رايحين مع الصهاينة بفلوسهم بأرضهم بكل شيء إلى العظم، ليش متزعلان أيوة. عليهم؟ أنا ضد الذهاب مع الخط الصهيوني. طيب بدي أسألك، ما أجيب. طيب أي أحسن، تروح مع الخط الصهيوني اللي دمر العراق ودمر فلسطين ودمر لبنان ودمر كل شيء، ولا تروح مع إيران؟ شو عم لم تجب على سؤالي إيران، بس لم تجب على سؤالي، لم تجب على سؤالي. ليش أنتم زعلانين من التحالف بين سوريا وإيران
ومش زعلانين من الارتماء العربي في احضان الصهاينه. فيك تسترجي تحكي شي كلمه عنه؟ بقدر احكي. فيك تحكي عن المرتمين بالصهيونيه ولا بطلوا خلوك تكتب عندهم؟ لا تفضل. سؤال يعني طيب، السؤال المطروح انه ماذا قدم العرب لسوريا؟ لماذا دائما هذا من جهه؟ من جهه اخرى انت تعلم ان العلاقات بين سوريا وايران ليست وليده الامس، موجودة منذ قيام الثورة الإسلامية. ولماذا يتجاهل الإعلام العربي يعني وقائع التاريخ؟ في نهاية السبعينات ماذا حصل لسوريا؟ ماذا حصل؟ في نهاية السبعينات صدام حسين حشد قواته على الحدود السورية وأعدم الكثير من البعثيين في العراق بتهمة التآمر. هذا صدام. مصر السادات وقع اتفاقية كامب ديفيد في نهاية السبعينات أيضا. أصبحت سوريا في وضع لا يحسد عليه، أصبح متآمرا عليها عربيا. أليس من حق سوريا ومصلحة سوريا أن تتجه حيث مصلحتها؟ المصلحة قبل كل شيء. وجدت في إيران الساند والداعم حتى هذا الوقت، في الوقت الذي كان يتآمر العرب على سوريا في الآونة الأخيرة. دقيق، من الذي وقف مع سوريا؟ من الذي دعم سوريا؟ جملة معترضة بس. والسؤال الأخير، طيب لماذا هذه الهجمة على الحلف السوري الإيراني فقط في الآونة الأخيرة، مع أنه الحلف موجود من 79؟ 30 سنة. ليش؟ لماذا؟ لأن بسبب اشتداد عود الممانعة والمقاومة وحركات المقاومة. وبالماضي ما كان في أي مشكلة مع الخليج، الخليجيين كلهم كانوا مع سوريا عندما كانت ضد العراق، صح ولا لا؟ طيب. هذا هو الموضوع. كيف ترد على هذا السؤال تحديدا؟ أنه كل هذه المطالب وهذه الهجمة على التحالف أو على العلاقات السورية الإيرانية هو هجمة صهيونية بامتياز، وأنتم تكررونها كما قلت لك. هذا هو. جميل. بس باختصار ننهي البرنامج بسؤال بسيط. بعد كل هذا الكلام، ألا تعتقد أن التحالف السوري الإيراني بالرغم من كل ما يقال أثبت هو أنه الأقوى والأذكى، وهو الذي انتصر شاء من شاء وأبى من أبى؟ وبعد كل هذا الكلام تستطيع أن تنكر ذلك؟ أنا أقول انتصر ولا أنا هل انتصر؟ لا، أنا في رأيي من الذي يهرول باتجاه دمشق وإيران الآن؟ أليس الأمريكيين؟ لا، الذي يهرول هو الطبخة القادمة، الطبخة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، وستكون خسارتها للأسف الشديد على النظام السوري والشعب السوري. سيد غالب قنديل، كيف ترد على نفس السؤال؟ من الذي انتصر والمستقبل لمن؟ إيران، سوريا، شعوب الشرق كسرت الغزو الأمريكية وأفشلتها، وهي تواصل الصراع في توازن قوى جديد فيه القوة السورية عنصر حاسم ومكون للتوازنات، والظهير الإيراني قوة إسناد.